وكالعادة بنبدأ معاكم فقرات صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح. من أهمها، قوات الدفاع الشعبي والعسكري نظمت مشروع التدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظتي الدقهلية والمنيا. تضمن التدريب عرض لتقارير مديري الأجهزة التنفيذية للوقوف على مدى جاهزيتها واستعداداتها لمجابهة المواقف الطارئة. كان في مجموعه من الاخبار والاحداث المهمه اللي حصلت امبارح، اللي منها متابعه رئيس الوزراء لجهود منظومه الشكاوى الحكوميه في التعامل مع شكاوى المواطنين، بالاضافه لان الحكومه نشرت حصادها الاسبوعي في انفوجراف ونفت اسناد اداره الممر الملاحي لقناه السويس الى احدى الشركات الاجنبيه، واخبار تانيه كتير هنتابعها من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في مجلس الوزراء خلال شهر مايو اللي فات. وأكد دكتور مدبولي إنه في توجيهات للوزراء والمحافظين بمتابعة حل الشكاوى الواردة إليهم، لأن الآلية دي مهمة جداً للتواصل مع المواطنين، وهدفها العمل على الاستجابة لمطالبهم والتفاعل لحل مشكلتهم، خصوصاً إن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة اتعاملت مع 85 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر مايو اللي فات. امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل انفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي للمجلس، وده خلال الفترة من 4 يونيو لحد 10 يونيو 2022. تضمنت الانفوجرافات الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مدبولي بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها. كمان أكدت الحكومة إنه لا صحة لإسناد إدارة الممر الملاحي لقناة السويس لأي من الشركات أو الموانئ الأجنبية، وشددت إن قناة السويس وإدارتها هتفضل مملوكة بالكامل الدولة المصرية وبتخضع لسيادتها، وهتفضل القناة شغالة بطاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين. امبارح شاركت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال الفيديو كونفرنس بالمائدة المستديرة رفيعة المستوى لمناقشة الاقتصاد غير الرسمي في شمال إفريقيا، واللي عقدها صندوق النقد الدولي وجامعة محمد الخامس في الرباط. وقالت الدكتورة هالة إن مصر أحرزت تقدم كبير في بناء اقتصاد قوي ومرن منذ إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في 2016، واللي كان له الفضل في زيادة النمو والحد من البطالة والتقدم نحو ضبط الأوضاع المالية. أيضاً أكاديمية الشرطة استقبلت نخبة من الشباب والفتيات المشاركين ببرنامج منحة ناصر للقيادة الدولية الدفعة الثالثة، ويمثلوا 64 دولة على مستوى قارات أفريقيا وأسيا وأوروبا والأمريكيتين. تأكيداً على الريادة المصرية في تعزيز دور الشباب محلياً وإقليمياً ودولياً وتمكينهم من المناصب القيادية للاستفادة من قدراتهم وأفكارهم، استقبلت أكاديمية الشرطة نخبة من الشباب والفتيات المشاركين ببرنامج منحة ناصر للقيادة الدولية الدفعة الثالثة تحت شعار شباب عدم الانحياز وتفعيل تعاون الجنوب جنوب، والذي تنظمه وزارة الشباب برعاية رئيس الجمهورية. هؤلاء يمثلون 64 دولة من مختلف دول العالم، جاءوا إلى هنا ليشاهدوا هذا الصرح الأمني المتميز في إعداد الكوادر الأمنية محلياً وإقليمياً ودولياً. الزيارة دي بيكون لها تأثير، دي طبعاً ثاني مرة الدفعة الأولى السنة اللي فاتت إحنا جينا برضو الأكاديمية. المردود ليها بيكون كبير عند الشباب بشكل كبير جداً، بيشوفوا إزاي وزارة الداخلية من خلال أكاديمية الشرطة بتتعاون مع دول مختلفة، المراكز البحثية، كلية الشرطة والتدريبات وحجم التدريبات من أكتر الزيارات اللي كانت مؤثرة في الشباب. قام الشباب بجولة بين جنبات الأكاديمية لتفقد كياناتها ومنشآتها. بين صرح وآخر داخل الأكاديمية تنقل الشباب، حيث تعرفوا على إمكانات مركز الدراسات الأمنية ودوره في تأهيل وإعداد الكوادر الأمنية من مختلف الدول، وكلية الدراسات العليا ودورها في إتاحة الفرصة للضباط المصريين والوافدين من الدول العربية والشقيقة لاستكمال دراستهم العليا. شفت قد ايه اكاديميه الشرطه بيهتموا وبيركزوا في تدريبات
شرطة في عشان الأمن والأمان البلاد. كانت مفيدة لي بشكل كتير كبير. أولا تعرفت أنه مصر شو عم تعمل على مستوى المحلي وشو عم بتتطور على المستوى العالم العربي والمستوى الدولي. زيارتي في الأكاديمية الشرطة كانت فائقة التوقع. لم أكن أعرف أنها ضخمة بهذا الشكل. أنا منبهرة جدا من هذه الزيارة. وتوجه الوفد إلى المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، والذي يطلع بإعداد الكوادر الأمنية الوطنية والأجنبية المشاركة في بعثات حفظ السلام الأممية. أكثر شيء لفت انتباهنا هو تدريب للأخوة العرب والأفارقة من دولة تشاد ومن دول أخرى عربية. One thing that I liked about this visit is that this police academy empowers also other African nationalities with basic skills and also sustainable skills for them to be representing ourselves in the United Nations within other countries. كلية الشرطة والتي تعد مصنعا بحق للرجال كانت محطة مهمة في زيارة الوفد، والذي شاهد كيفية إعداد طلابها ليحملوا مشعل أمن الوطن مستقبلا من خلال برامج تدريبية متطورة تطبق في هذا الإطار، حيث أدى الطلبة جانبا من ما اكتسبوه من مهارات في مختلف مجالات العمل الأمني في ميادين التدريب المتنوعة الموجودة داخل الأكاديمية والتي تحاكي الواقع في صعوبتها، كذا ميادين التدريب الفني الأمني على التخصص الوظيفي. What we have experienced and seen in this center, I never thought it is in Africa, but I have seen that the Egyptians, when it comes to their security, it is a priority number one to them. وشاهد الشباب عروضا مميزة للإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة المستخدمة في أداء بعض المهام الأمنية. The visit to the police academy has been such a great learning experience. It's offered me an insight to the extensive training that gets offered to Egyptian police officers. So far it has been so great and I'm really impressed. هذه الزيارة أول شيء عرفتنا على مدى قوة الشرطة في جمهورية مصر. من ضمن الأشياء اللي هم يدرسون فيها حقوق الإنسان، وهذا أهم سمة يتميز فيها الشرطي، بحيث أنه يقدر يخدم الناس ويقدر يعني يرد حقوقهم. شعور لا يوصف، وبالنسبة لي يعني الكثير والكثير قد إيه بلدي قوية واقفة على رجليها وتقدر تتحدى أي حد، مش تحدي بس دايما هي إن لم تمتلك القوة فستكون مطمع من الآخرين. تتوالى الزيارات المحلية والدولية لأكاديمية الشرطة، والتي تؤكد على تميز هذا الصرح التعليمي الأمني في إعداده للكوادر الأمنية المحلية والدولية ليحملوا أمانة أمن الأوطان واستقرارها. هكذا تحرص أكاديمية الشرطة على استقبال الوفود المحلية والأجنبية للاطلاع على مرافقها ومنشآتها المتطورة والمستخدمة في إعداد الكوادر الأمنية على المستويين المحلي والدولي. فأكاديمية الشرطة صرح تعليمي وتدريبي متطور متفرد بين مسيلاتها على مستوى العالم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أما بالنسبة لجولة المحافظات، ففي مجموعة من الأحداث المهمة حصلت امبارح في المحافظات، واللي منها وزارة الشباب والرياضة نظمت ماراثون للدرجات في محافظة بورسعيد، وتنظيم 32 جلسة توعوية استهدفت 1500 سيدة ورجل بقرى حياة كريمة في أسوان، وتفاصيل كمان إنشاء محطة وسيطة لجمع القمامة بمساحة 9.5 فدان في مدينة بنها، وأخبار تانية كتير من مجموعة مختلفة من المحافظات هنعرفها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار المهمة، كان أبرزها ماراثون للدرجات نظمته وزارة الشباب والرياضة في محافظة بورسعيد، شارك فيه 500 متسابق من الشباب والبنات في إطار الفعاليات الرياضية اللي بتنفذها الوزارة. كمان بيواصل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تنظيم فعالياته وأنشطته المختلفة داخل القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وضمن تنفيذ الجلسات التوعوية بعنوان جلسات الدوار. وتم تنظيم 32 جلسة توعوية استهدفت 1500 سيدة ورجل في قرى مراكز إدفو وكومامبو ونصر النوبة.
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ الأليوبية ناقش بدء تنفيذ إنشاء محطة وسيطة لجمع القمامة في مدينة بنها على مساحة 9.5 فدان، وبطاقة استيعابية هتوصل ل 13,000 طن في اليوم علشان هتخدم مدن بنها وكفر شكر وطوخ وشبين القناطر للقضاء على مشكلة القمامة. اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة أكد على استمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية، وقال كمان إنه تم تنفيذ القافلة الطبية الشاملة بقرية برج رشيد، وتم من خلالها الكشف على 1640 حالة تضمنت عدد من التخصصات الطبية المختلفة. الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية استقبل الدكتور ستيفن ديفيسون نائب رئيس جامعة مجموعة المناخ بجامعة كامبريدج البريطانية ومسؤول التعاون الدولي في شبكة الجامعات COP26، وده البحث سبل التعاون بين الجامعتين عن موضوع تغير المناخ وطرق تعزيز العلاقات الأكاديمية والبحثية وأوجه التعاون المشتركة للاستعداد لمؤتمر COP27.